مشاهدينا الكرام، نشرة 8:30 من الموريتانية وأبرز عناوينها الليلة. رئيس الجمهورية يؤكد من مدينة روسو أن موريتانيا حضن لجميع مكونات شعبها وورشة كبرى للبناء والتشييد. في مهرجان ألاج، رئيس الجمهورية يقول إن مخرجات الحوار الوطني شملت 57 نقطة تهدف أساسا لخدمة الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية وتطوير المؤسسات وترشيد النفقات. الوزير الأول يستقبل المبعوث الخاص للحكومة الأسترالية المكلف بالفرنكوفونية وبالدول الإفريقية الفرنكوفونية. مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا بكم الى تفاصيل هذه النشره التي نبداها ببريد رئيس الجمهوريه السيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه بمناسبه احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهوريه لنظيره المصري حرص بلادنا على تطوير وتعزيز عرى الاخوه والتعاون المتميزه التي تجمع بين موريتانيا ومصر بما يخدم المصالح لحل مشترك للشعبين الشقيقين. مشاهدينا، الآن نفتح الصفحة الخاصة التي نواكب من خلالها حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز أن موريتانيا حضن لجميع مكونات شعبها وورشة كبرى للبناء والتشييد. جاء ذلك خلال مهرجان شعبي حاشد ترأسه سيادته اليوم بمدينة روسو عاصمة ولاية ترارزا، المحطة الأولى من جولته في عواصم ولايات الوطن ضمن الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس المقبل. وفيما يلي نتابع النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين، سكان ولاية ترارزا، ونسلم عليكم كاملين وشاكركم مرة ثانية على تواجدكم هنا فيها اليوم، ومعتز انجينير ولاية ترارزا اليوم هذه السيارة التي نادي بها هذه السيارات داخل الوطن من أجل هذه الحملة اللي مبارك معها. لا ما يتناسب عن ولاية ترارزا عنها من طريقة الولايات في العلم، وعنها أيضا عندها جانب ثاني لا يستهان به ويعتنى دائما بالهنة، هي مقاومة من أبرز الولايات في المقاومة، مقاومة الاستعمار، وعاصمة روسو الغرب هي عاصمة موريتانيا أيضا، عاصمة موريتانيا الزراعية، وبالتالي ما يمكنهم لها. السبب اللي جعلنا ركزنا على الزراعة هناك في هذه الولاية، وركزنا في البنية التحتية في هذه الولاية من طرق ومن مياه والكهرباء ومشاريع مهمة في هذه الولاية. هو الأسبوع الماضي دشنا وطلبنا بداية المشروع المهم في قاطعة تركيز اللي يسمح لنا عن يسمح الريد يزيد اللي ما يزيد على 3500 هكتار
من أراضي صالحة للزراعة، وفيه أيضا مشروع لا يترك داهي يخولنا عنا نستصلح أيضا أحصار ثلاثة هذه في المنطقة نفس المنطقة. وفهمنا ناسيين ومدري بلاد تنساو المشروع الضخم اللي بديناه من سنتين وعاد وافي، مشروع قناة المياه اللي ماشي من النهر ممتد إلى 55 كيلومتر شمالا. أيضا فيها مشروع مهم أيضا هو مشروع ميناء الجابر اللي لا يغير هاي المنطقة أيضا ويجعلها منطقة هي تصدر وتستورد إن شاء الله من الخارج، ويفتح لنا الباب تجاه الخارج تجاه باب اقتصادي أيضا مهم. والولاية هون ما تقدر تهمل لعدة أسباب، ومستقبل عندها مستقبل واعد لأن لا يتقدم إيطالي كامل إن شاء الله من هذه المادة اللي قالها روس. وطموحنا هو العودة روس الاكتفاء الذاتي، وطموحنا العودة نصدروا هذه المادة شهر خارج، وهذا كنا بعيد منه، كنا بعيد منه الماضي لولا جهودكم، لولا مساندتكم، لولا اندفاعكم معنا من بداية 2009 في هذا الطريق موريتانيا الجديدة، موريتانيا المتصالحة، لأن سابق 2009 موريتانيا كانت مقسمة، وحدتها مهددة، وبفضلكم وبجهودكم وبدفاعكم صبحت موريتانيا متصالحة. موريتانيا أيضا ممتنة لأولادها لأبنائها اللي قاتلوا ودافعوا عنها وقاوموا وماتوا ومازالوا مستعدين أيضا يضحوا بأرواحهم من أجل موريتانيا. هذه موريتانيا الجديدة، موريتانيا ممتنة، موريتانيا اللي فيها الطرق صالحة، موريتانيا اللي عندها بنية تحتية، موريتانيا مضيئة عندها الكهرباء ما تعيش في الظلمات كيف الماضي، موريتانيا الصحة، موريتانيا اللي الحمد لله اليوم مستوى المستشفيات فيها كاد انه تخطى بعض الدول اللي كنتوا للأسف في الماضي كنتوا تمشوا تعالجوا عندهم. هذا في هذه الفترة الزمنية القصيرة 7 سنوات 8 لحد هذه المرحلة، وإذا يعرفوا الجميع القفزة اللي وصلتها الصحة. التعليم أيضا، التعليم اللي أصبحوا طلابنا أن يشاركوا في الامتحانات والمسابقات الدولية ينجحوا، هذا مدي معطيات موجودة ولا هي الأكاذيب. التعليم اللي يتواكب مع متطلبات السوق، هذه موريتانيا الجديدة. أيضا موريتانيا ديمقراطية، موريتانيا الحرية، الحريات. اليوم نقدر نقولوا عنا ما عندنا أي سجين لا سياسي ولا عندنا أي سجين رأي. الدول اللي كانوا متقدمين علينا فهل بالديمقراطية وبالحريات أصبحنا اليوم قدامها، وهذا معطيات خارج عن موريتانيا، مؤشرات ذكية واضحة ومعترف بها دوليا. موريتانيا أيضا رحيمة، موريتانيا تعرف شيء اليتامى، الناس اللي أبواتهم توفوا خدمة ودفاعا عن الوطن. موريتانيا رحيمة، موريتانيا اللي تعطي عناية خاصة للناس الضعفاء، للناس الفقراء، الناس ذوي الاحتياجات. هذه هي موريتانيا الجديدة اللي نحن فيها ونطمحوا لها، وياتنا تتم الصون أمنها واستقرارها.
وموريتانيا أيضا آمنة، موريتانيا آمنة، اللي يعود المواطن باله مرتاح وله خايف على روحه ولا على جسمه ولا على أمواله. هذه هي موريتانيا الجديدة اللي نطمحوا لها واللي هي نحن فيها، اللي كنا تعرفوا عنها في السنوات الماضية ما كنا آمنين لا في تفرق زينة اللي هي العاصمة ولا بالداخل، وهذا معترف به أيضا الجميع. لولا شجاعتكم، لولا شجاعة جيشكم، لولا اندفاع جيشكم، لولا أن وسائل الدولة اللي كانوا مهدورين وباطشين فيه البعض وسيروا عادوا وكون منهم جيش، ما عدنا في الوضعية. موريتانيا آمنة، موريتانيا اللي مواطنيها فخورين، موريتانيا اللي معترف بها الدول الخارجية اللي أقوى منا وامتن منا جيوش كانوا عنها، دولة آمنة ومستقرة. هذا بجهدكم ومساندتكم لنظامكم وحكومتكم. أيضا نطمح لموريتانيا، نطمح أيضا لموريتانيا خالية من الفساد، موريتانيا خالية من الفساد، موريتانيا خالية من الرشوة، موريتانيا خالية من الرشوة، موريتانيا خالية من الرشوة وأيضا من الزور ومن التزوير، موريتانيا خالية من الزور ومن التزوير. أيضا خالية من النميمة. هذه موريتانيا اللي نطمحوا لها كاملين ونهدفوا لها، ومنذ 8 سنوات إلى 9 نحن متباركين معها، نبنوها معا بمساندتكم وباندفاعكم، بأنكم بقوة مشاركتكم فيها واهتمامكم باللي موحول فيه كامل. هذه موريتانيا اليوم، واليوم هذه الزيارة الهدف منها الأساسي، والهدف منها الأساسي هو انطلاق هذه الحملة للتغييرات الدستورية، التغييرات الدستورية اللي ما هي جاية عن فراغ، التغييرات الدستورية اللي ضرورية في البلد، لأن الأمور تتغير والشعوب تتقدم والدول تتقدم، ولا نقدو نبقاو على أفكار الماضي اللي قدو يعودوا قاع. باب الضرورة تبان عنهم أفكارنا، باب الضرورة عنهم أفكارنا، لأن كان يفكر في بلدنا. هذا مولي هون لاه نذكر عنه، هاي موريتانيا الجديدة عنها موريتانيا موجودة، موريتانيا موجودة على الساحة الوطنية وعندها مواقفها وعندها وجود أيضا في الخارج في المحافل الدولية. هذه موريتانيا الجديدة، ما تلمت علينا لكن نعدلوا ونمشوا الوقت باقي نمشوا ونوقفوا ملي وقتنا باقي نوقفوا، ما لا بد من نتموا تابعين الغير ولا نغيبوا أيضا عن مسؤولياتنا في المحافل الدولية ومشاركتنا أيضا في الشأن العام والدولي. أيضا نرجع للتغييرات الدستورية، التغييرات الدستورية قلت عنهم ما هم جايين من فراء، فيه حوار بين المعارضة، المعارضة اللي مسؤولة، المعارضة اللي مهتمة بالبلد، المعارضة اللي مهتمة بالوحدة الوطنية، المعارضة اللي مهتمة بالتنمية، المعارضة اللي مهتمة بالاستقرار، المعارضة اللي وطنية كلمة واحدة، والأقلبية الرئاسية اللي فيها الأحزاب، فيها الحزب النظام وفيها الأحزاب المساندة المشاركة في الأقلبية. ومن خلال الحوار اللي مطالب به كان البعض وغاب عنه لأسباب خاصة به، توافق نخلق اتفاق على هذه التغييرات الدستورية اللي على ملحقين. الملحق الأول هو
العالم يمس من الفقرة 8 من المادة 8 من الدستور 1991. لكن مشروع التغيير الله يضيف للعلم، يضيف للعلم الوطني، وطني العلم الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية، لا يزيد لها الخطوط الحمر العريضتين، واحدة فوق واحدة تحت. هذا هو الواقع، هو الحد اللي يقولوا عن العلم لا يلتقى ولا يندار في بلوشي ولا يغير تماما. العلم لا ينضاف، لا ينضاف له، لا يثمن، ولا يثمن بأرواح ودماء ودماء الشهداء، دماء المقاومين. وإذا ما يجد حد يقول عنه خاسر، مد أهمها تعتز بالمقاومة، تعتز بالأشخاص اللي توفاوا من أجل الوطن، اللي ماتوا وضحاوا، اللي أعطاوا تخلاوا عن أولادهم وأهاليهم ومشاوا وضحاوا بأنفسهم. ما يجد حد يقول عن ذا ما هو صالح وعن ذا لا شريط وبلا قيمة. ها قالها رئيس واحد من الأحزاب. إذا عن هذا هو من أهم التغييرات، من أهم التغييرات. فيه أيضا الملحق الثاني يمس المؤسسات. المؤسسة الأولى لها يمس هي مجلس الشيوخ، والهدف منها هو إلقاء مجلس الشيوخ اللي تعرفوا كاملين فايدته، تعرفوا كاملين فايدته على المسلسل الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية. اللي لاحظنا عنه نتيجته لا عنه يأخر دائما المشاريع القانونية، يأخر أي مسلسل طويل، وبالتالي لا يتقى إياك تسرعوا التشريع، صرعوا التشريع ونعطوا دفع جديد أيضا للتشريع. المجلس مكلف، وهون لا يجاوب البعض اللي قائمين بحملة يقولوا لا يزقل الملايير، 5 ملايير 6، حتى الآن ما فتنزقلنا 6 ملايير. ولا نقول لكم تكلفت حتى إذا عدنا يزقلوا 10 ملايير ساوية، حد يزقل 10 ملايين ويوفى من المجلس الشيوخ، لأنه تكلفته في التكلفة أولا، في التكلفة، لأنه من إنشاؤه إلى اليوم فات زق الموريتاني 16 مليار من لقية، 16 مليار من لقية فات زقلها مجلس الشيوخ. هذا رد على الناس اللي تقول، على البعض اللي يقول هذا لا يتعدلوا انتخابات وزقلوا فيهم 5 ملايير ولا 6، ياك تلقوا مجلس الشيوخ. تكلفة مجلس الشيوخ مدة السنين الماضية 16، يزيد على 16 ملايير من لقية. هذا مولي مدون وموجود، قلت عدو ما كنتوا عارفين به. هذا ما دخل، هذا ما نحاسبين الأسفار وتحمل تكلفة الأسفار لدى الشيوخ اللي بتكلف بهم الدولة وعلاجهم وذيك الأمور كاملة. هذا بعد لا نرفعوا عنه، لا نوقفوا عن هذا الصرف اللي ما لابد منه وله ضروري. ومن جهة ثانية أيضا، من جهة ثانية معطل المسار التشريعي. يعني هاو فوائد ثنتين. الفائدة الثالثة اللي ولا تقل أهمية، هي من السبب الأساسي أيضا للمشروع إلقاء، لأن أصبح معقل للأسف للرشوة، للأسف ولا تري قد يعود يتواجد مؤسسات دولة محترمة. هذا السابق للأمور اللي خلقت هذه الأيام الماضية أقبل من هذا، لأنكم تعرفوا كاملين عن بعض الشيوخ للأسف، ما هم كاملين على كل حال باش يوصلوا للوظيفة وينتخبوا. للأسف لا بد أن يدفعوا الأموال، يشروا الذمم، وهذا شراء الذمم ما يصلح بدولة ديمقراطية ولا حرام في موريتانيا الجديدة اللي
راجين عنها يعود خالي منها هذا النوع من الأعمال. وبالتالي ما كان من لازم ولا من الضروري عنا نتابع ذوك الانتخابات، لأن الشيوخ كيف تعرفوا انتخبهم 30 لقاش 15 لقاش 20 لقاش، بينما النواب تنتخبهم انتم كاملين، وبالتالي قضيتهم واضحة ولا يجد حد يقول عنهم يرشو ولا يجد حد من اللي حاول كانوا يرشو. وبالتالي هذا من المسائل اللي جعلتنا ما نقدر نثيقوا ذيك المؤسسة. ومسألة الرابعة أيضا، الدافع الرابع أيضا أصلا اختاروا نتبنى دستورنا يعود دستورنا احنا، ما يعود كنا مصعمرين وتموا متبنيين ذيك نفس الأفكار اللي اتيناه نعدلوا نخلصوا ذاك اللي كان مستعمرنا ونحولوا وننقلوا ونسجلوا ذاك اللي كان يعدل ونتباركوا معاه. دستورنا على كل حال فيه ياسر من شياطه يغير مع الزمن ياطه يغير، ياك يعود دستور موريتانيا الإسلامية، ما يعود دستور موروث من الاستعمار كيف ياسم القوانين مازلنا نعملوا بهم اليوم للأسف، وارثينهم من الاستعمار من 1905 إلى 1910 و16، هذا كامل لا يصب استقلالنا الفكري واستقلالنا العام واستقلالنا أيضا القانوني والدستوري، مازال في فقرات لا بد أن يغيروا. هذا من المسائل اللي لا نقول عن الدستور اللي هو مجلس الشيوخ أيضا تعرفوه من انتشائه إلى الأسابيع الماضية ما قط جاه مشروع قانون المواخذ، ما فكروا وعادوا البعض منهم يتفكر ويحاول يعدوا اللجان ما هم ينعادوا له يلتغى. هذا ما اللي يدل على عنه مجلس الشيوخ ما يتماشى مع الوضع، ما يتماشى مع موريتانيا الجديدة، موريتانيا الشهامة، موريتانيا اللي خالية من الأمور كاملة اللي ما يصالحها. وبالتالي يجب إلقاء، وهذا مذكور عليكم كاملين لأنكم فاهمين وعارفين عن ذا ضروري. فهم أيضا بعض المؤسسات اللي لا يجتمعوا كيف مجلس الظالم والفتاوي ومجلس الأعلى الإسلامي والوسيط الجمهورية، هذو الإدارات الثلاثة لا يجمعوا مؤسسة واحدة، وهذا سبب هو ترشيد الوسائل لا يجمعوا مؤسسة واحدة وتعود مؤسسة العليا للفتاوي والمظالم، لا يتولى كامل مؤسسة واحدة. فهم أيضا مؤسسة الاقتصادية، مؤسسة الاقتصادية والاجتماعية أيضا لا هي تتغير وتعود مؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا أيضا فيه إنشاء مجالس جهوية، ذيك المجالس الجهوية أيضا داخلة في التغيير ومن أهم اللي خارج، لأنها لا تنصف من الإنصاف عن الداخل الموريتاني يعود معروف له شيء، يعود يحضر في تنمية البلد ويعود يحضر في البنية التحتية ويعود يشارك في الخيرات البلد عكس الماضي، لأن حكومتكم عندها رؤية للبلد ما هي رؤية عرجة كيف الماضي، لأن كان كل شيء لا يعدل في نواكشوط، وهذا تعرفوه كاملين. أي رواية كانت لا يتعدل، أي مؤسسة لا يتعدل، أي بناء لا يعدل، أي اقتراح لا يعدل، أي مدرسة أي مستشفى في نواكشوط، بينما الداخل منسي تماما، وهو اللي جعل موريتانيا كاملة كانت ماشية لا يتلاحق في نواكشوط، زايدين على 800 ألف شخص في نواكشوط،
وكان لا ماشين زاد، وبالتالي نواكشوط المدينة ما تقدر يسيطر عليها، والمدن الداخلية انخلات من سكانها، وانخلات من تنميتها، وانخلات من اقتصادها. وهذه المجالس لا يعودوا قاعدين للدولة والحكومة ومادين أيديهم ويطالبوا بحق المواطنين في الأمكنة اللي يمثلوا. هذا من الإنصاف، وهذا هو اللي بدينا احنا به من 2009. إذا كانوا يعدلون حاولوا، إذا كان عندنا يجسدوا بهذه المجالس الجهوية يعودوا هم اللي مسؤولين عنه. هذا عندي عنه لا يتفضلوا كامل عن مجلس من الشيوخ قاعدين في المقشور، أسر منكم ما يعرف وجودهم، وبلا فائدة على الولايات ولا المقاطعات اللي يمثلوا. إذا عن قضية مجلس الشيوخ، قضيتها واضحة واردة، ولا يجي في بلدها، لا يجي حل محلها إن شاء الله هذه المجالس الجهوية اللي لا يعودوا في كل ولاية يطالبوا بتنمية الولاية، يطالبوا بالتعليم، يطالبوا بالصحة، يطالبوا بالطرق، يطالبوا بالإنارة الكهرباء، ويطالبوا بالعمل بالتوظيف في الولايات وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر والأمن والاستقرار في الولايات. هذا هو اللي معدلين ومبرمجين ويقعد مفهوم. وهذا هو ما أن لاقين مجلس الشيوخ وتوف بذيك الحيلة عنا لها نلقوه، من أجل يعود الولايات يبدأوا يعودوا عندهم روح وعندهم دفاع وعندهم توجه، يعودوا ماشيين شغل. هذا هم التعديلات، يعني التعديلات كاملين يصبوا في المصلحة العامة، ما فيهم شيء يصب في مصلحة شخص واحد، ما فيهم شيء يصب في مصلحة شخص واحد، يصبوا في مصلحة الشعب الموريتاني. مصلحة الشعب الموريتاني الحالية مع مصلحة الشعب الموريتاني، مستقبل الشعب الموريتاني، وأيضا ماضي الشعب الموريتاني. في المقابل نطلب منكم ونطلب من الجميع اللي حاضر هنا تياها واللي ما هو حاضر، عن الناس كاملة اللي مسجلة عنها تزرق بنعم لهذه التغييرات اللي كنتم للشعب للأجيال الحالية والأجيال القادمة، ما فيهم شيء يخدم مصلحة لقاش واحد. راهو فم بعض اللامسؤولين اللي يقولوا عن هذه التغييرات عنهم لا يمسوا الأوراق كيف تمثل الحالة المدنية، وعنها لا يتغير ولا يتعود مكلفة. إذا ما هم ساسي على شيء يسوى شنو هو الحالة المدنية، ما تعنيها القضية، وبطاقات تعريف ما تعنيهم القضية، اللي ولا باسبور ولا شيء من الأكاذيب اللي عودتوا عليه، الأكاذيب اللي تعرفوا اللي كانوا يروقوا يكانهم يفجروا موريتانيا. الأشخاص اللي يقول لكم النوع من الكلام عن التغييرات الدستورية، عنهم لا يمسوا الحالة المدنية ولا يمسوا بطاقة التعريف، وعنها لا تعد مكلفة لكم، ما فيهم ما هو النقاط اللي يخدموكم في الماضي ويخدموكم في الحاضر ويخدموكم في المستقبل. هذا هو اللي خالف. ولا فمشي معدل للرئيس، ما فمشي معدل للرئيس، ولا فمشي معدل للوزير الأول، ولا لحد ثاني، معدل للشعب الموريتاني بصفة عامة، سياني من لا يترأسه وسياني للأجيال الحالية والأجيال القادمة، والاعتراف للماضي. هذا هو اللي في التغييرات الدستورية. وعلى كل حال دستورنا ملي ياتو تم لا يغير، لأن فيه ياسم الأمور كيف قلت لكم ما تتماشى مع 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 هذه موريتانيا الجديدة. وأيضاً لا هي نختاركم أيضا تسدوا الباب أمام الأشخاص اللي ما هم مسؤولين
اللي ما هم مسؤولين اللي يقولوا عنهم معارضين هم ما هم مسؤولين، لأن حد يطلب الثورات في بلده كيف الماضي ويختار موريتانيا تتفجر ويختار فوضات عود فيها ويختارها تغرق بالسيل، ما خالد ويل ما يتمناه هذا البلد، وهذا واضح وظاهر ويتمشاو فيه دائما. يعطكم يعطكم تعرفوا تحموا وطنكم، تحموا وطنكم من الأشخاص دعاة الكذب، الكذب اللي موحول فيه، الكذب اللي موحول فيه. موريتانيا اللي يقول لكم عنها اقتصادها عنه فاسد، موريتانيا اللي عاجزة، هذا عكس تماما أنتم تعرفوه. ولا نعطيكم مثال في هذه المدينة اللي طلعوا فيها، مدينة روسو، مدينة القوارب، اللي 2008 هناك كان ما ينحرق فيها حريق، كان ما ينحرق فيها حريق، تعرفوا عنها انتجاب سيارة الإطفاء من السنغال من ريشارتون، ها تعرفوه، قط جاني العمدة هون ديك الساعة عند من خلق التغيير 2008 وطرح لي المشكلة، هذا من المسائل اللي كانوا هناك إياها. وهذا ما تلقد الصحف موريتانيا الجديدة، لأن الوسائل الدولة، وسائل اللي نحصل عليهم كاملين موجهة لخدمة البنية التحتية لهذا البلد. موريتانيا الماضية تعرفوا عنها كان جيش ينطاح لي وينبطش فيه ويرتفد اللي عندهم من الوسائل وعلينا فوتوا نهار وليلة ما لينا أخبارهم. ها تعرفوا عنه اليوم مات الخالق، العكس هو اللي خالق. عندنا مأمنين بلدنا وحتى عندنا مشاركين أيضا باستتباب الأمن وبعض الدول الإفريقية كواجب أخلاقي وقيمي لدولتنا. إذا عن فم ياسر من الإغراءات والكذب والملاد اللي ما هي متوالية، اللي أنتم على كل حال عنكم محصنين منها، لأنكم تعرفوا اللي كنا نعيشه كاملين وذا اللي عايشين فيه اليوم. تعرفوا موريتانيا إيش كانت تسوي في الخارج، وتعرفوا اللي تسوي فيه بلدكم في الخارج، وتعرفوا اللي كنتوا ليه تسافروا شو الخارج، اللي كنتوا تجبروا تلقاو به وذا اللي تلقاو به اليوم. هذا لأنكم عندكم دولة وحكومة ونظامكم من وراكم ويخدم مصلحة شعبكم، وبالتالي هذه التغييرات الدستورية تغييرات لكم أنتم، لا يستفاد منهم أنتم الشعب الموريتاني، لا يستفاد منهم الشعب الموريتاني، واللي يأتوا يدافع عنهم أنتم، ولا تقبلوا هذا الكذب اللي موحول فيه اللي يقولوا لا ينصوتوا لا، لأن التغيير معدل الرئيس له هو، ما في شيء معدل للرئيس ولا في شيء معدل للحكومة، اللي معدل له الشعب الموريتاني، ولا يعطي نظرة حسنة عن الموريتاني. موريتانيا اللي تعود تهتم بوحدتها، موريتانيا مهتمة باستقرارها، موريتانيا مهتمة بأمنها، موريتانيا مهتمة باقتصادها، موريتانيا مهتمة بأجيالها القادمة تعلمهم التعليم، موريتانيا مهتمة بالتشغيل ومحاربة الفقر. هذا هو اللي موحول فيه اليوم ولاحظته كاملين، واللي هم يشوفوا ويعرف عنه هو الواقع، لأن الحمد لله الظروف تحسنت ونعرف عنهم وما يبقوا، لأن كنا مشى معهم البعض 2010 و2011 نعود لك يتبع الدول، نعود لك اليوم يصدق علينا، وشعبنا مشتت في الخارج والأمن ما هو خارج والاستقرار ما هو خارج، وكل مرة ينقال راهي ينجمعوا سووا كانوا شوفوا سووا مشكلة موريتانيا. يا قال الحمد لله الشعب الموريتاني شعب ذكي وشعب مجرب، لأن يتكلم له الأشخاص اللي يعرف في الماضي، اللي كانوا قائمين عليه عشرات السنين في الماضي، واللي داروه وضعية الفقر، وداروه وضعية الفصل، وداروه وضعية الجوع، وداروه وضعية المرض، ولا يقدر يتربهم. والحمد لله كانوا محصنين لهذه عدة أسباب الحمد لله. وبلدنا ماشي إن شاء الله ينمى، وحكومتكم تشتغل لمصلحتكم،
وظروف الحمد لله البلد الاقتصادية ظروف حسنة ياسر من الدول من يعدل هذه الانتخابات والله يعدل التغييرات يمد يده الخارج الحين الخارج يقدعوا قاع ما علم بنا عن هذه التغييرات هذا من المسائل اللي يافعوا الشعب الموريتاني فخور بهم وهذه المشاريع اللي عندكم هون كاملين جهدهم ممول من طرف الدولة الموريتانية ممول من طرف الدولة الموريتانية وياسر من الدول يجي اليوم مستعد يسلف الموريتاني إذا كان تتقدم بأنهم شافوا عنها مسيرة بصفة صالحة وصفة نزيهة هذا هو الواقع دورين قال لكم ياسم الأمور ويكتب ياسم الأمور يا قير نحن هاي الحكومة حكومة عمل ما هي حكومة كذب ولا هي حكومة واحدة في الانترنت واحدة في شمل المراد اللي بلا قيمة حكومة عمل تسهر الليل والنهار ترشد وسائلكم وتبني بهم البلد وتحصن بهم البلد وتأمن بهم البلد ياك يعود بلد متقدم ومحترم أيضا لأن في الجيران تعرفون ملي أن دولة عندنا كلمة فيها وهذا دائما مساندكم لنا ومن الرؤية اللي عندنا لبلدنا اللي رؤية صالحة لبلدنا وإن شاء الله وهذه النقاط كاملين مستقبلا نعطي أكثر من تفاصيل إن شاء الله مستقبلا مهرجان نواكشوط اللي لا يعد اليوم الخميس 3 أغشت إن شاء الله في نواكشوط وداعي لجميع الموريتانيين أيضا عنهم يتابعوه لأن ياسر من التفاصيل في القضايا كاملين عود جرد عن اللي يعد الكامل في البلد وذا اللي يعد أيضا ضده لأن مساعة اللي عندنا واحدين في روسنا ونعدلوا أمورنا ومتباركين مع دولتنا نقدموها يقدعود ما يرضي البعض من داخل ويقدعود ملي من خارج وبالتالي هذه التفاصيل كاملة لا يتوضح لكم ويطلب منكم عنكم تسلحوا بقوة وعنكم تشتغلوا لدولتكم وعنكم عن الدولة الحمد لله عنها متقدمة وشاكركم على تواجدكم هنا تياها وطالب منكم أيضا طالب منكم عن يوم الانتخابات إن شاء الله يوم 5 أغشت عنكم لا يبقى حد أنتم على كل حال متواجدين هون لا يتعودوا موجودين يوم 5 يا خير مملي الناس كاملة اللي حداكم والناس اللي تسمع لكم توجهوها عنده هو مصلحة الشعب الموريتاني عنه ما هو مصلحة الأنانية اللي كانت الماضي تعيطكم عليها هاي مصلحة الشعب الموريتاني مصلحة دولتكم تخدم وحدة الوطنية ويخدم شعبكم واستقراره واقتصاده وتنميته وبنيته التحتية هذا هو اللي موحول فيه هو اللي يعطي يجمعنا كاملين شيء ثاني ما لنا طالبينه وشيء ثاني ما يجمع المصلحة العامة هي اللي ندوره ونعرف عنكم لا تكونوا في الموعد إن شاء الله بكفافة وتصوتوا 100% إن شاء الله لهذه التغييرات إلين يتقدم بلدنا إن شاء الله وشكرا إذن مشاهدينا الكرام كان ذلكم خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز اليوم أمام سكان مدينة روسو هذا وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد وصل صباح اليوم إلى روسو عاصمة ولاية ترارزة المحطة الأولى من سلسلة الزيارات التي سيقوم بها سيادته إلى عواصم ولاية الوطن في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس المقبل واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف والي ولاية ترارزة وقائد المنطقة العسكرية 6 قائد الجيش البري والمنسق الجهوي لحملة الاستفتاء الدستوري على مستوى ولاية ترارزة ورئيس الجمعية الوطنية وعمدة بلدية روسا ومدراء الحملة في مقاطعات الولاية والمنتخبين وممثلي التشكيلات السياسية من الأغلبية والمعارضة المحاورة
وفي ولاية البراكنة ترأس رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مساء اليوم بمدينة ألاق مهرجانا شعبيا حاشدا شاركت فيه مختلف التشكيلات السياسية وهيئة المجتمع المدني. تطرق رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني مبرزا أنها شملت 57 نقطة تهدف أساسا لخدمة الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية وتطوير المؤسسات وترشيد النفقات وتبني نهج التوافق وتعزيزا لديمقراطيتنا وتنميتنا لأواصر وحدتنا الوطنية. وفيما يلي نتابع النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية في مدينة ألاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. سكان ولاية البراكنة، أنا سعيد بتواجدي معكم اليوم. عودتوني دائما على أنكم تتلقوني بحفاوة بتواجد وبحماس، ولا التواجد اليوم ما هو فاجئني، لأنكم عودتوني عليه، عودتوني عليه، وأيضا يدل على تعلقكم بالمسار اللي مكرود من الليل والسنين، من 2008 وانتخابات 2009، ودائما تعبروا عن تعلقكم بالنظام وبالحكومة وبالمنجزات اللي مبارك معها، لأنها في خدمتكم وفي خدمة الشعب. وتواجدنا هنا تياها أيضا لا يصب ذاك التوجه. الحمد لله البلد بصفة عامة بخير، بلدكم بصفة عامة بخير، و هذا اللقاء اليوم انطلاقة الحملة من ولاية البراكنة، هذا من أجل التعديلات الدستورية اللي جات عقب ذاك الحوار اللي وعدل مع أحزاب المعارضة اللي ضغط الحوار، المعارضة اللي ماشية بالتوجه اللي هو توجه المصلحة العامة والأقلبية الرئاسية اللي مكونة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والأحزاب اللي معاه بالأقلبية، وانتج عن ذاك هذا بعض المخرجات اللي تصب بهذه التغييرات الدستورية اللي الهدف منها الأساسي هو خدمة الدولة الموريتانية والشعب الموريتاني والمواطن الموريتاني والمصلحة العامة. ما فمشي مديور خارج الشعب الموريتاني ولا المصلحة الدولة الموريتانية، هذا هو اللي وصلنا له، هو اللي خلق عليه الوفاق. ما فهم أي شيء ثاني يصب في مصلحة أي شخص خاطي الشعب الموريتاني. هذا نكرره لأن فيه بعض الأشخاص ما لها نقول عنها معارضة، لأن المعارضة شاركت معنا، اللي ما همهم ذا البلد يتقدم، اللي كانوا قائمين عليه واللي كانوا دايرين ومخلينه في وضعية ركود لأنهم ما عندهم رؤية ولا عندهم توجه ولا عندهم تراوقع مصداقية. أيضا يا قير، بما أنكم الشعب الموريتاني اليوم واعي ودارك الحقائق وماشي فيهم، ما تلقابل يصنت ذيك الملاد، لأن منين قررنا كاملين معارضة، نقول معارضة لأن يعني المعارضة هذه هي اللي معنا وهذه هي اللي موجودة وهذه هي اللي تنقد الوقت اللي جاتها تنقد فيه وتشارك في الحوار وتشارك في الانتخابات لأنها عندها شيء. وذي المجموعات الثانية ما يشاركوا في ذا ولا مهم عندهم، وإذا تعرفوه كاملين، لأنه 2010
بداوا بمحاولة تفكيك الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا تعرفوا كاملين عدلوا مسيرات هناتية كانوا يفكوا موريتاني مغيرينهم بعض الدول اللي ما تراو خارجين اللي بقاو ما تراو خارجين اللي ما ترى فيهم الأمن ولا ترى فيهم الاستقرار وشعوبهم وأهاليهم على المشردين، ها هو اللي كان مغيرهم وهو اللي كان يدور الموريتاني. يقال الشعب الموريتاني لأنه شعب واعي وذكي وفاد شرب أيضا فاد شرب نفس الأشخاص ما يقبل يمشي معهم ولا يقبل يتخطى معهم. وهذا لأن يدخلوا في تفاصيل هذه الإصلاحات الدستورية. الإصلاحات الدستورية الأول منها هي المادة 8 اللي تعني العالم الوطني. العالم الوطني عالم موروث من سنوات الاستقلال اللي مطلوب منكم ومبررات من الله قالوا لكم هو إضافة شريطين، الشريط الأحمر الفوقاني والشريط الأحمر التحتاني. وعلى علمكم أيضا فيه 125 دولة كلها علمها فيه اللون الأحمر، ومن جهدهم الدول اللي متقدمة 99% من الدول اللي متقدمة. ويقال هذا اللي الإضافة للعلم، الإضافة اللي مديرها له هي نحتسب عنها مهمة، لأنها العرفان الجميل للأشخاص والمواطنين والموريتانيين اللي ضحوا من أجل هذا الوطن وماتوا ودافعوا عنه من أجل حريته، من أجل أن نقال لنا دولة موريتانيا الإسلامية، لأن كنا مستعمرين من مدة ما تحمل نفس الثقافة معانا ولا تحمل نفس الدين، وبالتالي دافعنا عن ديننا وعن ثقافتنا وعن حرياتنا. ذي الأشخاص أقل شيء قد يعدلهم اليوم هو يعترف لهم حد ويعود رمز، يعود فم رمز في العالم الوطني يرمز لهذا الناس، هذا الأشخاص، هذا الشهداء اللي ضحوا من أجل الوطن. وفي عنده دلالة ملي ثانية هي استعدادنا كاملين اليوم، استعدادكم أنتم كاملين اليوم للدفاع عن الوطن، وعنكم مستعدين أيضا بتضحوا بدماءكم من أجل الوطن، من أجل حرية المواطن الموريتاني، من أجل كرامة الموريتاني، من أجل المحافظة على ثقافتكم أيضا، ومن أجل المحافظة على دينكم. هذا يرمز له هذا العلم اللي مقترحين عليكم لنعرف عنكم متبنينه. واستعدادكم التام للتضحية من أجل الوطن، هذا هو أقل شيء يقد يعدل للشهداء الموريتانيين، الشهداء اللي في الماضي، الشهداء اللي في الحاضر، الشهداء أيضا اللي مستعدين المستقبل يستشهدوا من أجل هذا الوطن. فهم بعض الأكاذيب يقولوا لكم عن هذا عنه معدل، وعنكم لا يغيروا بطاقات تعريفكم، وعنكم لا يتعود عندكم تكلفة ولا يسجل، ما له علاقة لا بالحالة المدنية ولا بطاقات تعريفكم. العلم علم مشروع علم جديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية يحمل دلالات ورمزية خاصة له، ونعود أيضا نعرف علمنا شنو هو يمثل ونحموه. هذا هو العلم، وراجي ومتأكد عنكم كاملين وموافقين على هذه الفكرة، لأنها فكرة تخدم الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأبدية إن شاء الله. والملحق الثاني متعلق بالمؤسسات. المؤسسة الأولى
هي مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ، إلقاء مجلس الشيوخ تاعهم عندنا يوم 16 مايو 2016، اقترحت إلقاء المجلس وقدمنا المشروع القانون الدستوري وعقب عرقل الجمعية الوطنية وافقت عليه حوالي 90%، يعني ما في أي اعتراض. ومنين وصل لمجلس الشيوخ خلقت لك العرقلة اللي تعرفوا اللي أسبابها مع الوقت ومع الزمن بداوا يوضحوا وعرفتوها كاملين، وتفاصيل هي دور وجوكم إن شاء الله بالتفصيل، لأن في ياسر من الأمور مازالت غايبة عنكم. يقال مطروح لها بلد وقتها المناسب إن شاء الله الدور توخر فيه. بالنسبة للمجلس معدلين عنه مجلس ضروري وعنه مهم للبلد، وهي الأهمية فطنوها لم يعدلوا به إصلاحات. زمننا مخلينه موجود ما لاحقين الإصلاحات، يقولوا عنه ما هو صالح وعنه ما تلا صلاحيته عنها تخطات وعنه ما تلا قانوني ولا تلا شرعي، ومين عاد لا يقاموا الإصلاحات ولا يتقى عادوا متعلقين فيه اللي هو شي كامل صالح للبلد. هذا هو دائما شي كامل في مصلحة البلد ما يدورون، وعادوا يقولوا عنه أن معدلين هذه الحملة وأن معدلين الانتخابات عنهم لا يكلفوا الدولة ياسر من الأموال. يا غير أكثر اللي مكلف هذا المجلس أكثر اللي مكلف من الفضة من الإمكانيات للبلد وقل اللي مزيلها، لأنه من ساعة اللي تشاهد المجلس فات زق للدولة الموريتانية شي يزيد على 16 مليار. رانا ما لنا حاسبين اللي قط الزقر فيهم هو في الأصفار والعلاج وياسر من الأمور اللي تتخطى. يا غير 16 مليار مشات في هذه السنوات الماضية، و إلى عاد لها يزقلوا 20 مليار ونوقفوا لا يتموا لا رابحين، لأن لا نوقفوا عنا هذا هذه المصاريف اللي لا فائدة بهم، لأن المجلس اللي عنده مشي لا يزيد الوقت ويضيع لنا الوقت بالتشريع، لأن المشاريع يطاو فيه وفوتوا زمن ولا يفيدهم ولا يزيدهم شيء. شنو نقول هذا تعرفوه كاملين، ولا قد سمعنا مدي عن المجلس عنه اعترض لأي شيء ما هو من ليلة ذلك أسابيع، حد أنه عاد اعترض وعاد خالق وعاد همه يطبق شيء من الأفكار. هذا تعرفوه، وبالتالي فهذا الملحق أيضا فيه أيضا جمع بعض المؤسسات، ثلاث مؤسسات، مؤسسة المظالم والفتوى، مؤسسة وسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي. هذه المؤسسات الثلاثة لا يندمجوا ومؤسسة واحدة، هذا من أجل ترشيد الوسائل ولا يعود إنقالها الفتوى والمظالم، مؤسسة واحدة لا تجمع المؤسسات الثلاثة. وفيه مؤسسة أيضا هي لا يتحل محل مجلس الشيوخ، يقير أكثر منه فائدة إن شاء الله لا يتعود، لأنها هي المجالس الجهوية اللي لا يتعود منتخبة جهويا ولا يتعود قاطنة في الولايات، والهدف منها والقرض هو إنشاء مجلس جهوي متولي ويدرس شؤون الولايات كاملين اقتصاديا وتنمويا ويعود أيضا موجود مع المواطنين وراعي مشاكلهم ومتابع ذلك الأمور كاملة. هذا
لا يعود هو من التعديلات. إذا عندكم هذا الملحقين، الملحق الأول متعلق بالعالم والملحق الثاني متعلق بالمؤسسات. وهذا دوسان توصلوا له وطالبوا به، لأن لاحظنا في الولايات، عند ولايات كاملة الموريتاني عند سكانهم لا مع الزمن بداوا يتحولوا وتحولوا قاع حكما كامل شرم المكسور، وبقاوا المدن والقرى وبقات مهجوره مع مهجوره تماما، لانها والسبب بسيط، لان ما في تعليم ولا فيه صحه ولا فيه بنيه تحتيه ولا فيه محاربه الفقر ولا فيه العمل، هذا كامل محصور كان في مدينه المكسور. والرؤية الجديدة اللي عندنا اللي بدينا نطبقه واستفدت منها ولاية البراكنة، لأن بدينا عندنا هون مصنع وعندنا فتحنا هون مؤسسة، قال لا بد من يعود فيه مجالس موجودة وفيه مواطنين محليين منتخبين من طرف الشعب يدافعوا عنه ويطالبوا الحكومة عنها تستثمر وتطرح، هم اللي يعرفوا المشاكل اللي مطروحة لهم، هم اللي قدوا يقدموا المشاكل، هم اللي قد يدافعوا عنكم، بدلا من شخص والله اثنين كذا قاعد مدينة مناقشور ما يعرف اللي هنا تياها ولا يجيكم. هذا من 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 الاهداف اللي والدوافع اللي جعلونا نطالبوا بالقاء ذاك المجلس وانشاء هذه المجالس الجهويه اللي ان شاء الله لا يتعود معنيه بتنميه الولايات ولا تعطي نتيجة، لأنها لا تعود هنا تياها ولا تعود معاكم عايشة مشاكلكم ولا تعود تطرحهم ولا تعود ملي الطالب بهذا. وكل ولاية خصوصياتها أيضا داي القطاعات اللي فيها اللي قد يعدلوا يدور يعدلوا وينموا إن شاء الله. أهمية باطل هذه التغييرات اللي موافق عليها الجميع هي اللي تجعلني نطلبكم كاملين عنكم تستهموا بها، وعنكم يوم ميعاد يوم 5 عن لا يبقى حد يسجل ما أزرق لصالح هذه التغييرات، لا فيهم ملحق أقل أهمية من واحد. العالم مهم، فيه البعض اللي يقول نحن رانا مع الملحق الثاني غير العالم، ما نماسين العالم هو أهم اللي خالق، لأنه هو يرمز بعد قاع رمز للبلد، رمز للحرية البلد، رمز للاندفاع المواطن الموريتاني ورمز للاستعداد للمواطن، وبالتالي من أهم هذه الملحقات. والملحق الثاني أيضا مهم، وبالتالي لا نصوت لهم كاملين ماشيين كاملين فيهم في بلده. في بعض الأكاذيب أيضا يروج له وينقال عن كامل المديور منه هو إلقاء المحكمة السامية، لأن الرئيس عنده مشاكل ولا يمشي عن السلطة ولا خايف لا يحاكم. هذا ما هو مساسي على شيء، لأن اللي كان مطروح ما يخص المحكمة السامية هو تعديل، لأن الجمعية الوطنية اللجنة والله اللجنة لا تكون ما تقدر تعود هي لا يتحاكم، اللجنة اللي لا هي تعود تحقق ما تقدر تعود تحاكم، وبالتالي كان مقترح فما تياها. ومنين عادوا في الكلام وعادوا هم لهي ذيك الجماعه لا يتكلموا عنه ويعدلوا منه الروايه، قلنا لهم عنهم يلقوه. إذن نجبروا الوقت ان شاء الله، ما هو مطروح في هذه التعديلات اطلاقا، ما هو مطروح في التعديلات، اللي مطروح في التعديلات هذا اللي قال لكم، اللي مطروح في التعديلات هذا اللي قال لكم، شي ثاني ما هو خالق. فعلا دستورنا فيه ياسر من الامور، فيه ياسر من النواقص، ونزيد نكررها فيه ياسر من النواقص، لأن وارثينه من الأفكار الاستعمارية اللي كانت هنا تياها،
واردين يقرر الوقت المناسب ومن يعود ضروري ذا كامل اللي فيه تنقيط لا تعدل مع الزمن، يقرر ظرف الوقت الحالي اللي يعنينا واللي مهم واللي يعطينا نشتغلوا له كاملين هو هذا. وهذا سبب العمل عليه والنجاح له، والنجاح هو استمرارية المسار اللي مبارك معاه، لأن اقتصادنا الحمد لله اقتصادنا رقم ذا اللي ينقال من الأكاذيب في حالة حسنة الحمد لله، ومتقدم ودولتنا تطور على جميع الميادين. إذا قبضنا الكهرباء متقدمين فيها رقم الأكاذيب، الكهرباء متقدمين فيها لأن عندنا إنتاجنا في مدينة مناقشوط ونواحيها يفوق الحمد لله حاجياتنا، وعندنا مشاريع في نفس الكهرباء لا هي تزيد ملي ذيك تزيد وتحسن وضعيتنا في الإنتاج الكهربائي. الأمن والاستقرار الحمد لله تعرفوا كاملين عندنا في ذي المنطقة اللي نحن فيها، وإذا معترف به الجميع أن الحمد لله بلدنا آمن عاد، وعندنا ذيك المشاكل اللي كانوا عند الأمنية أنها نقضى عليها الحمد لله، وعاد عندنا جيش خارج ويذكر ويشكر أيضا في الخارج، وذا اللي منا متواجد من جنودنا وفي الخارج عمله اللي قدم عمل رائع ومعترف به، ودائما يجون الرسائل التهنئة وهذا وعد الله ذو السنوات الماضية. تعرفوا قلت الأمن مدينة ألاق كانت ضحية له هنا تياها 2008 القايلة من النار، والحمد لله في مرحلة تخطيناها. الصحة أيضا اللي تعرفوا ملي الصحة تعرفوا اللي توصلنا له القطاع الصحة تقدم الحمد لله قطاع الصحة. كنا المرضى عندنا ما يجد حد منهم يتعالج هنا تياها، ما يجد يتعالج عدو يقيسوا الدول كاملة اللي فارقين عليها مشوا المرضى هناك، والحمد لله العكس بدا يخلق. إذا تعرفوه كاملين الحمد لله، وهذا وعد الله في السنوات الماضية وهذا المسار اللي موحول فيه. وجميع القطاعات والتعليم تحسن، والمدارس والمعاهد عادوا في داخل الوطن، الجامعات في العيون ولاق عندكم هنا تياها، عندكم معهد تقني هنا تياها، وعاد يتجاوب مع متطلبات السوق، وهذا تحسن كنا بعيد منه لأن تعرفوا مستوى التعليم. وأيضا قطاعات كاملة الحمد لله تحسن، وهذا اللي لا نعدله، وهذا التعديلات كاملين لا يزيدوا يعطوا دفع جديد للبلد، ولا يساوي موريتانيا كاملة تعود سياني كاملة وتنمى كاملة في بليدة، وعود كل ولاية عندها تخصصاتها حسب إمكانياتها حسب إنتاجها، هذا هو الهدف منه. وشاكركم على تواجدكم هنا تياها وتعلقكم، وتأكل عليكم هذا المشروع لأنه مشروعكم مشروعنا كاملين، يا نحافظ عليه ولا خلوا الريح تدخل من أي جهة، لأن فما تياها الناس اللي فاشلة تماما اللي ما تعتقد تشارك في الانتخابات ولا تعتقد تظهر. يا غير نعرف عنكم قوتكم وإرادتكم أنكم لا تحافظوا على المسار وتحافظوا على مستقبل بلدكم وتنجحوا الدستور إن شاء الله، تنجحوا هذه التغييرات الدستورية. وشكرا لكم.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت تلكم كلمة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز مساء اليوم لسكان مدينة ألاج. هذا وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد وصل بعد ظهر اليوم إلى ألاج عاصمة ولاية البراكنة، المحطة الثانية من زيارته لعواصم ولاية الوطن في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس المقبل. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف والي ولاية البراكنة وقائد المنطقة العسكرية 7 والمنسق الجهوية لحملة الاستفتاء الدستوري بولاية البراكنة وعمدة ألاج ومدراء الحملة في مقاطعات الولاية والمنتخبين وممثلي التشكيلات السياسية من الأغلبية والمعارضة المحاورة. وقبل مواصلة النشرة الخاصة بحملة الاستفتاء على الدستور، نشير إلى أن الوزير الأول السيد يحيى والحدامين استقبل صباح اليوم بمباني الوزارة الأولى السيد ويليام فيشر المبعوث الخاص للحكومة الأسترالية المكلف بالفرنكوفونية وبالدول الإفريقية الفرنكوفونية. شرط المقابلة بحضور الدكتورة مقبولة منت برديدة مديرة ديوان الوزير الأول. وأدلى المسؤول الأسترالي بعد المقابلة بتصريح عبر فيه عن سعادته لزيارة موريتانيا التي تعلق بها منذ زمن طويل، موضحا أن هذه الزيارة بروتوكولية ودبلوماسية. وأوضح أنه بحث مع الوزير الأول علاقات التعاون بين بلادنا وأستراليا التي تعتبر موريتانيا دولة محورية في المنطقة. ونتابع جهود رئيس الجمهورية في غامبيا ومالي ومبادرة إنشاء مجموعة الخمس في الساحل ومشاركة موريتانيا في حفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا، وهي الجهود التي قال إنها تحظى بدعم مالي أسترالي هام. وأضاف أن الحديث شمل أمورا تهم الجانبين في مجالات مكافحة التصحر والإعمار والمعادن والعمل التنموي الدؤوب الذي تقوم به موريتانيا في تلك المجالات، مؤتمنا تلك الجهود الهادفة إلى توفير ظروف عيش أفضل لجميع الموريتانيين. ونعود إلى مواصلة صفحتنا الخاصة بالاستفتاء، حيث نظمت منسقية الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية مساء أمس بمقاطعة الرياض مهرجانا جماهيريا. وتم خلال المهرجان تعبئة السكان وتحسيسهم حول أهمية المشاركة والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.
مهرجان مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية الذي يأتي في إطار الانشطة المواكبة لحملة استفتاء 5 أغسطس المقبل تميز بكلمة ألقاها المنسق العام للحملة على مستوى ولايات نواكشوط السيد المختار اللجائي، تحدث فيها عن التحسنات الكبيرة التي عرفتها موريتانيا. شاكرين سكان الرياض على هذا الحضور المتميز اليوم اللي فاق كل التوقعات. هذا هو أول مهرجان يخلق في مقاطعة نواكشوط 9. أهل الرياض سبقوا لهذه المردة، أياك يقولوا على أنهم ما هم بحاجة منهم يعبوا، وأنهم ما فهم يكون الاستعداد الوقت اللي يعيط لهم يجوا، لأنهم اللي واحدين فيه مقتنعين فيه وماشين فيه، ما هم منافقين بها ومعدلين رؤوسهم. هذا أهل الرياض وهذا حملة الرياض، أرانكم فزتوا بها لنا احنا والأخرين كاملين. ثم هم كاملين ما فيكم المخاسر هم، ثم هم كاملين جيتوا مرات سابق ذا ودور إن شاء الله وجوا مرات عقب ذا، ما جايبكم حد، جايبكم به اللي مجيب تارواقيه جو صوقهم، وذاك شفتنا تخطيناه ومشينا عنه. طبعا يجي حد على خلاق رقاج لأنه واثق فيه، غير ما هو بذا الحجم ولا هو بذا الشكل وبلا هو بذا القعدة. منسقة ولاية نواكشوط الجنوبية السيدة هوا شيخ سيديا تانجا أبرزت في مداخلتها العناية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز للمرأة، مؤكدة أن التعديلات الدستورية تهدف إلى إبراز الدور المحوري للشهداء الذين قاتلوا دفاعا عن العلم الموريتاني، إضافة إلى تنمية الولايات الداخلية. منسق الحملة على مستوى مقاطعة الرياض السيد سلم والسيد المختار استعرض في مداخلته الإنجازات التي تحققت في مختلف أنحاء الوطن وفي مقاطعة الرياض، داعيا السكان في المقاطعة إلى إنجاح التعديلات الدستورية. اسمحوا لي أتوجه لكم بالشكر وبتعبير عن الفرحة والغبطة بتواجدنا اليوم هون، ظرفية تاريخية معينة من مسيرة بلدنا، شوط تأسيس ديمقراطية حقيقة دولة مؤسسات. ذاك هو اللي في خطاب النعمة تعالوا رئيس الجمهورية وبدأ مسار سياسي تعرفوا تحاورت فيه القوة الحية للبلد والقوة الحريصة على مصلحة البلد وخرجت بمخرجات. احنا اليوم ارتأى رئيس الجمهورية ان الحكم وكلمة الفصل فيها للشعب. مداخلات الحضور في هذا المهرجان من الأئمة والمنتخبين المحليين وأطر التعليم والنقابات العمالية والفاعلين والوجهاء ركزت على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح التعديلات الدستورية التي ينتظر منها إضفاء بعض التحسينات المهمة على الدستور الموريتاني. ودائما في نواكشوط الجنوبية، حيث نظمت منسقية الحملة الانتخابية على مستوى مقاطعة عرفات مساء أمس مهرجانا شعبيا تميز بعديد المداخلات التي تناولت عدة جوانب من التعديلات الدستورية المقدمة للاقتراع في 5 أغسطس القادم، كما رفعت في المهرجان اللافتات والشعارات المؤيدة لمسار الاستفتاء. من ساحة سوق الكبيد انطلقت فعالية المهرجان الشعبي والخطابي الذي نظمته منسقية الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 5 أغسطس على مستوى مقاطعة عرفات. حشود جماهيرية وعشرات المبادرات الجمعوية اختارت التعبير عن تمسكها بخيار المشاركة في الاستفتاء المرتقب. المهرجان كان مناسبة لإدارة الحملة على مستوى نواكشوط لتقريب أهداف وغايات هذه التعديلات الدستورية وما تحمله من دلالات. إن عرفات عادت عرفات أخرى، ما ثلاث عرفات الماضية، هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية لا تقولوا لهذه الخلطة اللي تتكلم عن التعديلات الدستورية وما بيتخليها تتقدم وسنقول عليها كلمة على أن التصويت يوم 5 أغسطس لا يعود بغالبية ساحقة والنسبة المشاركة لا تعود كبيرة. الرسالة الثالثة لا يقولوا الفخامة الرئيس اللي يشوفوه هذه الطريق الماشية فيها ظاهر أن أعلنها هي الطريق فيها مصلحة موريتانيا ولا يشجعوك عليها، هذا لا يعاونه هو على أنه كان ماشي في الطريق ولا يعاونه هو على أنه يدفي عنه ياسر من ذي الأصوات وياسر من ذي الدعايات الموعول فيها، ولا يتعود رسالة للداخل والخارج على الموريتانيا حد سامع صوتها على أنه لا على الطريق اللي كان فيه، وعلى أننا لا نعدل السياسة بشكل جديد، السياسة اللي بخبرة المواطن ولا هي السياسة اللي بخبرة الأشخاص. منسقية الحملة على مستوى مقاطعة عرفات أكدت أهمية هذه الإصلاحات الدستورية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في البلاد. هذه التعديلات اللي احنا بصددها يا جماهيرنا العزيزة عودوا عارفينها
تمام المصلحة العليا للشعب الموريتاني. ذاك ثمرة ذاك التشاور اللي خلق بين جميع الأطياف الموريتاني من مجتمع مدني ومن فعاليات سياسية ومن أغلبية ومن معارضة. هذا الدموع اللي بصدده تحسين الحكامة السياسية الموريتاني وجعل لا مركزية في جميع أنحاء الوطنيات تنمى موريتانيا كيف قالكم مستقبلا مضيء إلى ذاك الجاية من خيرات. الحفل الجماهيري كان مناسبة لهؤلاء المتدخلين لإضاءة جوانب هذه الاستفتاء ومراميه، كما كان فرصة للتعبير من طرف هؤلاء والحضور عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة في هذا الاستفتاء والمضي قدما في نهج الإصلاح والبناء. وفي ولاية نواكشوط الشمالية نظمت مبادرة الوفاء لدعم الإصلاحات الدستورية الليلة البارحة مهرجانا شعبيا في مقاطعة تيارت بهدف تحسيس ساكنة المقاطعة وتعبئتهم حول أهمية التعديلات الدستورية والتصويت لصالحها في الاستفتاء القادم والإسهام في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد. للتعديلات الدستورية شعار اختارته مبادرة الوفاء لتنظيم هذا المهرجان السياسي الذي يجمع الأطر والفاعلين السياسيين على مستوى مقاطعة تيارت ويدخل في إطار الحملة الممهدة لاستفتاء 5 أغسطس. ويسعى المهرجان إلى التأكيد على ضرورة دعم الإصلاحات الدستورية المقترحة والتصويت لصالحها في الاقتراع المقبل، إضافة إلى شرح مضامنها وما ترمز إليه. متواجدين الليلة هون مسائل وطنية تخدم هذا البلد، المؤسسات اللي عندها نفس الأدوار واللي تنزقل فيها قدر من الموارد تفعل، منها محي مجلس الشيوخ ومنها وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى يندمجوا مع هيئة المظالم، مجلس المظالم والفتوى والمظالم ويدستر ذاك وتعود هيئة حتى وحدة تعدل مهام هذه الهيئات كاملة. نعرفون الاستفتاء اللي قايسين على أنه ما هو توف استفتاء لا ينجح بنعم، وانتم حالا فات نطلب منكم اللاذة في مسائل اخرى من طبيعة النجاح، يا الله يعود نجاح قوي وكبير. كما شكل المهرجان ايضا فرصة لاستعراض الانجازات التي تحققت في البلاد في ظل قيادة رئيس الجمهورية وشملت مشاريع تنموية طالت مختلف المجالات. فخامة رئيس الجمهورية بهذه الانجازات اللي قام بها شاف عنا وصلنا لمرحلة يا الله نتكيفوا معاها، يا الله دستورنا يتكيف مع المرحلة اللي نعيشه، ما نعودوا دستورنا يتم لا في المرحلة اللي احنا الحمد لله طورنا عنها في هاو السنين الأخيرة وعدنا لها نكيفوا دستورنا معاها، نكيفوه في إطار النظرة المتبصرة عند فخامة رئيس الجمهورية لضرورة عنا نسير تسيير جيد الأموال العامة اللي مكن عنا مولوا مشاريع كبرى في البلد على ميزانية الدولة واللي استفاد منها الكثير من المواطنين وساهمت في مكافحة الفقر. رئيس مبادرة الوفاء أكد دعمه لتوجهات رئيس الجمهورية والعمل على إنجاح الإصلاحات الدستورية عبر التحسيس والتعبئة حول أهميتها. هم جايين من أجل دعم جميع التوجهات اللي يدور رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، وندوروا بإذن الله تعالى ندعم هذه التعديلات التي تعدل في الدستور مسجلين وندوروا نقوض بطاقاتنا. وتميز المهرجان بمداخلات من وجهاء مقاطعة تيارت وطاقم حملة منسقيتها أبرزت في مجملها تمسك الساكنة بتحقيق أكبر نسبة مشاركة في الاستفتاء القادم والتصويت له بنعم، دعما لنهج الإصلاح والتنمية في البلاد وتعزيزا للديمقراطية وإبقاء موريتانيا موحدة ومزدهرة. كما تخللت التظاهرة فقرات شعرية مؤيدة للدستور. وعلى مستوى نواكشوط الغربية نظم اتحاد الوسطاء والبورصة الموريتانيين مبادرة لدعم التعديلات الدستورية، وأكد القائمون على هذه المبادرة أهمية الإصلاحات الدستورية المقترحة منوهين بالإنجازات التي تحققت للبلاد. في رابع أيام الحملة التحسيسية لإنجاح التعديلات الدستورية تواصل منسقية الحملة على مستوى مقاطعة الإكسر نشاطاتها اليومية. اتحاد نقابات الوسطاء والبورص الموريتانيين يعلنون دعمهم للتعديلات الدستورية. وأمام هذا الجمع شددت السيدة فاطمة فارم تصوينة على ضرورة الإسهام الجاد في إنجاح هذه التعديلات. اختيار واقتراح الإصلاحات الدستورية ما هي اللي جاية من عبد، معناها وقف التأمل وقف التأني باستقطاب للمستقبل، لأن اللي يعطي يعدل ياكل مسيرة تتواصل بنهج جديد.
وهذا هو اللي يعطينا احنا كاملين. وانا بعدين النخبه اللي قدامي نعرف انه واعيته وعي كبير، وبالتالي خالط مجموعه من النقاط اخرق عليها الوفاق على المحاولين، ومن ضمنها هذه المقترحات لاصلاح التعديلات الدستوريه. يقال فهم ياسر الناس وله قطع على القدام، يعني يقال ربما يعود من معارفنا ومن اخوتنا ومن جمهور الموريتاني، وبيهم هم اللي حمله التشويش اللي تعدل عليهم خلاهم عادوا يتعداوا المضامين الاساسيه للاصلاحات الدستوريه، وهي اول نقطه فيهم. انا عن تشكيله المجلس الدستوري انها لا تنزاد وتدخل المعارضه والمفارقه، على المعارضه ذا من الصخب عدلت على الاصلاحات الدستوريه، هاي النقطه بذات ما جات علي منها بيدي مكتسب لها هي ما ينقلب هي الرئاسي. المتحدث باسم نقابات الوسطاء والبرص الموريتانيين أكد أن نجاح هذه التعديلات يعد نجاحا لإرادة الشعب وإسهاما في استمرار نهج التغيير البناء. إننا في نقابة الوسطاء واتحادية البرصاد الموريتانية نرى في الإصلاحات الدستورية الناتجة عن هذا الحوار والمقدم للاستفتاء الشعبي يوم 5 أغسطس المقبل تحولا مفصليا في تاريخ بلدنا لما تمثله مضامينها من أهمية بالغة، كونها تطال البعد الرمزي لنضال المقاومة الوطنية ضد المستعمر الغاشم، إضافة إلى إغناء التجربة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية في البلاد. وبقلب مقاطعة الإكسرة أشرفت المنسقة الجهوية للحملة على افتتاح المقر الجديد للمنسقية، ودعت بهذه المناسبة كل الفاعلين من سياسيين وهيئات شبابية ونسوية إلى المساهمة في إنجاح اقتراع 5 أغسطس. بعد ذلك أفسح المجال أمام الحضور لإبداء الآراء وبسط العراقيل لتوجد لها الحلول المرضية من أجل إنجاح مسار هذه الحملة. إلى أقصى شرقي البلاد، حيث عقدت المنسقية العامة للحملة على مستوى الحوض الشرقية مساء أمس بمدينة النعمة اجتماعا مع الفاعلين السياسيين والمنتخبين المحليين والأطر والفعاليات الشبابية والنسائية للتحضير لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة يوم 5 المقبل. احتضنت مدينة النعمة مهرجانا شماهيريا في إطار الحملة الانتخابية لاستفتاء 5 أغسطس على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بإشراف وزير الصيد والاقتصاد البحري وبحضور السلطات الإدارية وأعضاء بعثة التحسيس حول التعديلات المقترحة على مستوى ولاية الحوض الشرقي. وخلال هذا المهرجان شدد الوزير على أن التعديلات المقترحة تأتي لاستكمال المشروع المجتمعي الذي تم وضع لبنته خلال السنوات الأخيرة. الدولة كمفهوم مبسط عبارة عن حوزة جغرافية، عن مجتمع فيه بشر أرواقيش معتبرين ومعروفين ومحصيين ومعروفين انتمائهم لهذه الحوزة الجغرافية. والركيزة الثالثة نفهم السلطة قادرة لأنها تحمي حوزة ترابية لهذا المجتمع. نختار نذكر عن 2009 هذه الركائز الثلاثة للأسف موريتانيا ما كانوا متواجدين فيها. أولا الحوزة الجغرافية، نحن نعرف وأخبرتم فيه الحوض الشرقي أعلن جزء كبير من ذي الأرض أنه ما كان تحت السلطة الموريتانية، وإنما كان تحت سلطة شمل المهربين والمتطرفين. الركيزة الثانية هي وجود شعب معرف به، عنده هويته وعنده أوراق ثبوتية معترف بها، هذا من اللي احنا للأسف ما كان عندنا. الركيزة الثالثة اللي هي نفهم السلطة قادرة على أنها تحمي هذه الحوزة الترابية وذا الشعب اللي ذا هو، هذه من للأسف كنا فاقدينها. هذا للأسف هو الوضع اللي جبر فيه رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز موريتان 2008-2009. لا حوزة جغرافية معتبرة ذيك مصانع، لا مجتمع عايش في الحوزة الجغرافية معروف وهويته معروفة، لا سلطة قادرة على أنها تحمي ذي الحوزة ولا تحمي وتأمن ذي الشعب. واستعرض الأمين التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأبعاد الأمنية لهذا المشروع المجتمعي وترابطها بالتنمية المحلية. والمسائل اللي كانت للمشروع المجتمعي الإصلاحي الشامل
اللي تحظى بالأولوية هي كانت قضية الأمن. الأمن لماذا؟ الأمن كانت تبوأ المنزلة الأولى أو الأولوية في هذا المشروع، لأن في التقدير العام لفخامة رئيس الجمهورية والتشخيص العام لحالة البلد أن التحدي التنموي اللي هو الهدف في كل مشروع مجتمعي، لأنه ما يجد يوصل لرجاج ماهي لينعود التحدي الأمني مرغوب. ودعت المداخلات إلى ضرورة التصويت بنعم لصالح التعديلات الدستورية باعتبارها مطلبا شعبيا يساهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية. إلى ولاية الحوض الغربي، حيث نظمت منسقية الحملة على مستوى الولاية اجتماعا تحسيسيا بمدينة العيون تحضيرا للمهرجان الجماهيري الذي سيترأسه رئيس الجمهورية بالمدينة يوم الأربعاء القادم بحول الله. وحضر الاجتماع عطر وجهاء ومنتخب المقاطعة إلى جانب طاقم الحملة على مستوى الولاية. هنا بمدرج مدرسة تكوين المعلمين التأم الاجتماع التحسيسي والتعبوي للحملة الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقاطعة العيون. أطر وفاعلون ووجهاء وشخصيات وازنة وهيئات ومنظمات سوسيومهنية اكتظ بها المكان في تعبير واضح وجلي عن وقوفهم المبدئي إلى جانب قرارات القيادة الوطنية والتمسك بما اتخذته من إجراءات. منسق الحملة الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى ولاية الحوض الغربي استعرض في كلمة بالمناسبة التعديلات الدستورية وأهدافها ومغزاها، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في إنجاح مهرجان الأربعاء. هذا الاجتماع هدفه الأساسي هو التحسيس بالنسبة والتهيئة بالنسبة للمهرجان الذي يرأسه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يوم الأربعاء إن شاء الله. وطالب منكم باسمي الشخصي وباسم المنسقية وباسم الحكومة ودعوة باسم رئيس الجمهورية عن هذا المهرجان الذي إن شاء الله تشهد الولاية في عاصمتها الجميلة العيون، عن عود لا عين رأت ولا أذن سمعت، وتعود تتباهى به جميع الولايات في هذا البلد، ويعود منقطع النظير بالنسبة إن شاء الله للمهرجانات اللي يخلقوا. إذن داعيكم عن يوم إن شاء الله الأربعاء، يعود هذا المهرجان مهرجان يعكس كرامة وشآمة وتاريخ هذه الولاية اللي هي وسكانها الكرماء، ومعقلين عليكم ذلك ونعرف عنه إن شاء الله لا يخلق. الحضور المتميز والجاهزية الواضحة سمات طبعت الاجتماع، وثمنها والي ولاية الحوض الغربي السيد مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم، حاثا الحضور على توظيف كافة الطاقات لإنجاح المهرجان ومضاعفة الجهود في مجالي التعبئة والتحسيس ضمانا للحصول على أكبر مشاركة ممكنة يوم المهرجان. منتخب المدينة على التوالي عمدة بلدية العيون السيد عمر المحمد سيدي والنائبين محمد فاضل للواقف وسيدي علي والسيد الأمين أكدوا استعداد ساكنة المدينة للمشاركة في الاستفتاء المرتقب وتمسكها بالخيارات الوطنية. منسق الحملة على مستوى مقاطعة العيون السيد المختار والداهي أكد في عرضه على أن التعديلات هي إصلاحات بالفعل وينبغي وصفها بالإصلاح. كما نظمت المنسقية اجتماعا بمقاطعة الطينطان ترأسه منسق الحملة بولاية الحوض الغربية ضمن الجولة التحسيسية التي تقوم بها المنسقية في مختلف مقاطعات الولاية لتعبئة السكان للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور. احتضنت دار الشباب بمدينة الطينطان اجتماعا تحسيسيا للدعم والتحسيس حول التعديلات الدستورية. ضم الاجتماع إلى جانب منسق الحملة التحسيسية حول التعديلات الدستورية على مستوى ولاية الحوض الغربي الأستاذ إبراهيم الدادة ووالي ولاية الحوض الغربي والأطر والفاعلين والشخصيات الوازنة والمنتخبين والوجهاء بمقاطعة الطينطان.
رئيس الحملة الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى ولاية الحوض الغربي ركز في كلمته بالمناسبة على أهداف الاجتماع ومراميه. هذا الجبار اليوم ينصب في صميم التحسيس المهرجان اللي يقوم به واللي يعدل فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز يوم الأربعاء إن شاء الله في العيون. وهذا الجبار اليوم يتعلق بصفة رئيسية بذاك المهرجان اللي نختاره يعود قاطع النظير ولا ونعود مثلا نتباهى تخرج به المباهات في كل بلد وتعود كل ولاية تحاول تعدى المهرجان كمهرجان العيون. إذن هذا لا يعود يخلق اللامنين إن شاء الله تشاركوا فيه كاملين وتشاركوا فيه كرجل واحد وكشاب واحد وكمرأة واحدة وتعرفوا عنه مهرجان مهم للغاية على أساس عن فخامة رئيس الجمهورية منتخب الشعب الموريتاني ومنتخب ساكنة ولاية الحوض الغربي وراجع لهم على أساس يستفتاهم على تعديلات والله تحسينات والله تصحيحات في الدستور مهمة للشعب الموريتاني. وقد افتتح الاجتماع بمداخلة والي ولاية الحوض الغربي السيد مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم شكر خلالها القوى الحية بالمقاطعة واستجابتها الفورية والعفوية لنداء المصلحة العليا للوطن الذي يدل على نضج ووفاء ساكنة الطينطان وتعلقهم بالخيارات الوطنية. وبين السيد الوالي أن الاجتماع الحالي مخصص بالأساس للتحضير لإنجاح مهرجان الأربعاء القادم بالعيون الذي سيترأسه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. قاطعة الطينطان السيد محمد والبها منوها بالتعاطي الإيجابي لمختلف مكونات ساكنة الطينطان وتفاعلهم مع إدارة الحملة منذ الوهلة الأولى، كما أكد على بذل كافة الجهود لإنجاح مهرجان الأربعاء في العيون ومن ثم الحصول على أكبر نسبة تصويت يوم 5 أغسطس. إلى ولاية الأعصاب حيث تشهد أسواق مدينة كيفا حركية دؤوبة تزامنا مع حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتواجد السكان القادمين من المدن والقرى المجاورة للمدينة للمشاركة في الأنشطة الانتخابية. ليالي الحملة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية تنعش الحركة التجارية في مدينة كيفا، حيث يكثر رواد المحلات التجارية ويزيد الإقبال على محطات البنزين. الفترة معروفة علينا فترة حركة على مستوى الوطني كامل، والحركة التجارية هنا تشهد كباقي الولايات حركة نشاط ملحوظ، لأن محلات الناس كاملة مقبلة على حملة كبيرة، حملة الدستور اللي واحد في الناس لراجل إن شاء الله النجاح. وعلى كل حال كما تشاهدون في المحل إقبال كبير من الناس، وحركة تجارية معروفة، وهذا ينطبق على محطات البنزين كما هو ملاحظ على الفنادق وعلى الأماكن السياحية كاملة. إذا كلها يستفيد حسب الموقع اللي هو فيه، حتى مشلهات وحتى يعني هناك حركة نقدر نقول انها شامله استنفع منها المواطن ايا كان نشاطه، حتى باعت اللبن راك حالا تمشي ما جبري لتر اللبن. والله بالنسبه للتحركات الانتخابات والله اللي قطعنا نجبري قبال ما شاء الله قبال زين ما شاء الله الحمد لله، بغيتات ما شاء الله ياسرين مارين ما شاء الله مع طريق الامل ما شاء الله بيع ما شاء الله خالق منه كثير ما شاء الله الحمد لله. احنا عندنا ملاحظين احنا عندنا مبيعات زايده من هيك ناحيه هاي الانتخابات ما شاء الله الحال كامل ما شاء الله بخير ما شاء الله. ملاحظين مالين ما شاء الله هون ياسر من الناس ما كان موجود، سيارات ما شاء الله كثيره ما شاء الله الحال كامل ما شاء الله ما عنده مشكله ما شاء الله. لفتره ضارب حالا
ذاتي اللي قبال ما شاء الله زين، نتيجة عن التغييرات الدستورية ذلك اللي قابل عليها موريتانيا فاهمة، والنسبة لنا تغييرات زينة ما شاء الله، والشعب هم اللي موافق عليها موافق عليها، وزينة عنده حتى خطوة اللي عدل الرأي زينة عند الشعب فاهم، وراجين عند سميع العليم الله التوفيق والمزيد فيا كاملين نبن وطننا فاهمة، ده هو الهدف من ذا كامل. وكما يرتفع سقف المبيعات في موسم الانتخابات تزيد ساعات السمر لمتابعة السهرات الدعائية في مقرات الحملة الانتخابية. للموريتانية أمينة تمتيبة كيفا. وفي ولاية غورغول تعيش مدينة كيهيدي على وقع اليوم الرابع من الحملة الدعائية الممهدة لاستفتاء 5 أغسطس، قد شهدت المدينة تنظيم العديد من النشاطات التعبوية أظهرت تجاوب السكان مع الإصلاحات المقترحة. اشتد حبل الحملة الدعائية الممهدة لاستفتاء 5 أغسطس هنا بمدينة كيهيدي، حيث تعددت المبادرات وتنوعت إظهارا لدعم الإصلاحات المقترحة. تجمعات انتخابية هنا وهناك لشرح مضامين الإصلاحات الدستورية واستعراض الإنجازات التنموية التي شهدتها البلاد في مختلف مناحي الحياة. مبادرة أطر كيهيدي أكدت أمام منسقية الحملة على مستوى ولاية غورغول وقوفها ودعمها لتوجه الإصلاح لما له من أهمية على الدفع بالتنمية المحلية. نحن اللي جايبنا هون الليلة جايين الكيهيدي داعمين اللي ينقال له التعديلات الدستورية، ودعمنا للتعديلات الدستورية ماشيين مع النهج اللي ماشي فيه الناس كاملة، ما أننا مشترطين بأي رواية باللي أصلاً منادلين مناضلين اللي الحزب بدأ بريمير إير وماشيين في اللي يندار. في هذا التجمع الانتخابي أوضح المنسق الجهوي للحملة على مستوى ولاية غورغول السيد محمد الكمبو الأهداف العامة من الإصلاحات الدستورية، موضحا المكاسب التي تحققت في البلاد لفائدة المواطنين بصفة عامة والشرائح الضعيفة والمهمشة بصفة خاصة. لماذا استفتاء الشعب؟ لأن الشعب هو في دولة ديمقراطية هو مول القرار وهو مول السلطة، هو اللي مارسها، وهذه السلطة اللي مارسها الشعب في دولة ديمقراطية فم جهات ما تبقيكم انتم المواطنين يجد عليكم انكم صوتكم ان صوتكم ما يرقف شيء، وتختير فم جهات تختير تم واصقة عليكم وتم بربقتكم اللورة وتتكلم باسمكم، فخامة رئيس الجمهورية ذاك ما هو قابله، يدوركم كاملين تعرفوا أنكم كلكم مواطن، وأعلن كلكم صوت مهم، وأعلن كلكم هو اللي عنده القرار، وقرار الحكم في هذا البلد بيتكم أنتم الشعب. تجمع نسوي مماثل كان بمنطقة قتاقة بمدينة كيهيدي أعلن عن وقوفه إلى جانب الإصلاحات الدستورية انطلاقا من رؤية متانية للحالة العامة في البلاد. ودعا المتدخلون في هذا النشاط الدعائي إلى سحب بطاقة الناخب والتصويت بكثرة يوم الاقتراع ضمانا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية. ويكثف طاقم الحملة الدعائية بولاية غورغول لقاءاته التعبوية بكل الفاعلين السياسيين، حيث ربط الصلة بعمد ولاية غورغول خلال اجتماع حثهم خلاله على حشد أكبر عدد من المواطنين لحضور المهرجان الشعبي الذي سيترأسه رئيس الجمهورية بمدينة كيهيدي. وفي هذا الصدد أكد عمدة بلدية كيهيدي السيد صوموسا دامبا أن سكان المدينة دخلوا الحملة بخطة دعائية محكمة تستهدف حث السكان على التصويت بنعم على الإصلاحات الدستورية من خلال تشكيل لجان شبابية تقوم بهذا العمل عن طريق الالتقاء بسكان كل منزل على حدة. ولضمان تنظيم محكم للمهرجان الذي سيترأسه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بكيهيدي، باشر والي الولاية السيد يحيى الشيخ محمد فال مختلف الورشات المحضرة في هذا المهرجان الشعبي. وعلى هامش حملة التعديلات الدستورية في ولاية أدرير دشن وزير الدفاع الوطني في مدينة شنقيطي مشروع تزويد سكان الأرياف بالمياه الصالحة للشرب، وسيمكن هذا المشروع من حفر أزيد من 100 بئر ارتوازية في 7 من ولايات الوطن. أنا
بإعطاء وزير الدفاع إشارة الانطلاق هذه يبدأ تنفيذ مشروع توفير المياه بالريف الذي سيتم في إطاره حظر 100 بئر ارتوازية في عدد من ولايات الوطن تضم أدرار وتيرزمور وقديماغا وغورغل والبراكنة والعصابة وترالزا وتقاند. المشروع كلف ما يزيد على 1,600,000,000 أوغية، في حين تولى تنفيذه منظمة بركة سيتي وهيئة شنقيط الخيريتان. فيما يخص مكونات المشروع فتشمل إنجاز وحدة تتكون من بئر ومضخة تعمل بطاقة شمسية وخزان وأحواض. انطلاقة المشروع أعطيت من مدينة شنقيط، حيث تحدث وزير الدفاع الوطني السيد جالو مامادو باتيا في حفل أقيم بالمناسبة عن أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لسكان المناطق المستفيدة. كما شكر السيد الوزير منظمة بركة سيتي التي حشدت التمويل، مؤكدا أن هذه الخطوة أساسية لدعم مجهودات الدولة في سبيل توفير الماء الصالح للشرب للسكان. أما عمدة شنقيط فقد تحدث بالمناسبة عن أهداف المشروع. بدوره ممثل منظمة بركة سيتي أثنى على تعاطي السلطات الإدارية مع منظمته، متمنيا أن تكون هذه الخطوة مجرد بداية حتى يعم تدخل منظمته كافة مناطق الوطن. وفي عاصمتنا الاقتصادية شرفت موسيقية الحملة على مستوى ولاية داخلة وذيبو على مهرجان شعبي بمقاطعة الشام لدعم التعديلات الدستورية نظمه منتخب وأطر ووجه مقاطعة الشام. في اليوم الثالث من الحملة التحسيسية الممهدة لاقتراع 5 أغسطس، وصلت البعثة المشرفة على العملية رفقة والي داخلة وذيبو السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارة إلى مدينة الشام الجديدة. هنا تم تنظيم مهرجان شعبي بالقرب من سوق المدينة، تداعت إليه عدة فعاليات من أطرة ووجهاء وسكان بلديات الشام إتميميشات وأمقار. تظاهرة تعبوية وتحسيسية شكلت فرصة من طرف منسق حملة الدستور على مستوى ولاية داخلة وذيبو لاستعراض ضرورة التصويت على الإصلاحات الدستورية التي جاءت نتيجة توافق وطني. نختار نقول بأن على سكان شامي عندهم دور كبير، عليهم عار كيف يقولوا البيضان بإنجاح الحملة، كيف قال واحد من العمد 200% ما هي 100%. نختار يوم الزرق يوم 5، عود أنا جاي من الواليب ناجحين بنسبة مشرفة وكبيرة، تعدلوا أنه مسيرة كبيرة ندخلوا بها نواكشوط نزفوا ذاك النجاح شرف خامة الرئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز. نائب مقاطعة الشام رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالجمعية الوطنية السيد المرابط للطنجي أوضح أن هذا المهرجان يحمل رسالتين، أولاهما الاعتراف بما تحقق لمدينة الشام في ظل قيادة رئيس الجمهورية. وعلى مستوى ولاية تقانت وفي إطار الحملة الانتخابية الممهدة لاستفتاء 5 أغسطس المقبلة، احتضن كل من المدينتين بيكة والمجرية مهرجانات شعبية حضرها عدد من سكان أو ساكنة المدينتين والقرى المجاورة لهما. خصصت هذه المهرجانات للتحسيس بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وسط جموع من ساكنة بيكا عاصمة بلدية تامورت عاجل، تأم هذا المهرجان المنظم في إطار الحملة الممهدة لاقتراع 5 أغسطس المقبل حول التعديلات الدستورية. المهرجان الشعبي حضره المنسق الجهوي للحملة على مستوى ولاية تقانت السيد أميدي كامارا رفقة طاقمي الحملة وعدد من الفاعلين السياسيين. وقد أكد السيد المنسق الجهوي للحملة أن التعديلات المرتقبة تأتي بعد حوار بين أحزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة، وأن مخرجات هذا الحوار المزمع الاستفتاء حولها جاءت لتحقيق أهداف نبيلة. مطالبا ساكنة بلدية تامورت عاج بالسعي الجاد لإنجاحها وبنسبة مشاركة معتبرة. عمدة بلدية تامورت عاج السيد سيدي محمد والمحمد فال الملقب قريني أكد أمام حضور المهرجان أن التعديلات القادمة لها ما يبررها نظرا لأهمية الأهداف المتوخاة منها،
مؤكدا تواجد ساكنة بلديته واستعدادهم لإجازة هذه التعديلات. فيدرالي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد العبدي طالب الساكنة بالتركيز على سحب البطاقات والتحسيس بالطرق الصحيحة للتصويت حتى لا تضيع الجهود. مداخلات المنتخبين وأعضاء الحملة تمحورت حول الأهداف الكبرى التي ترمي إليها التغييرات المزمع الاستفتاء حولها، مشيرين إلى أن الوفاء لدماء شهداء الوطن والإسهام في سلاسة تمرير القوانين وإشراك الساكنة في الداخل في النهضة الاقتصادية كلها أمور ترمي إليها التعديلات المقبلة. من جانبها نظمت مبادرة تطلق على نفسها تجمع الشباب والأطر الشبابية لبلدية تامر تنعاج مهرجانا بمدينة نبيكة حضره عدد من ساكنة المدينة. وقد أكد المتحدث باسم المبادرة الدكتور الدياه السيد المختار أزمة أفراد هذه المبادرة السعي الجاد لإنجاح التعديلات. وبمدينة المجرية عقد مهرجان شعبي حضره هو الآخر جمهور من ساكنة المقاطعة، تحدث فيه منسق الحملة الجهوي على مستوى الولاية عن أهمية الاقتراع المقبل باعتباره منعطفا تاريخيا يؤكد فيه الشعب الموريتاني انسجامه مع نهج الإصلاح الشامل والحفاظ على القيم والمقدسات. مهرجان المجرية أكدت فيه عمدة البلدية السيدة عربة بنت يوسف جاهزية البلدية للإسهام في إنجاح التعديلات الدستورية. وكان سانحة تعاقب فيها المنتخبون والفاعلون السياسيون على منصة الخطابة ليؤكدوا بدورهم على ضرورة بذل كافة الجهود لتمرير التعديلات وبنسبة مشاركة معتبرة. وفي ولاية قديماغة تميز اليوم الرابع من الحملة الانتخابية الممهدة لاستفتاء 5 أغسطس بعقد المنسقية الجهوية للحملة بالولاية اجتماعا مع رابطتي العلماء والأئمة. وتطرق الاجتماع لدعوة الناخبين إلى التصويت بنعم لصالح التعديلات الدستورية المرتقبة. تمحور هذا اللقاء السياسي لمكتب رابطتي العلماء والأئمة على مستوى ولاية قديماغة إلى ضرورة التعبئة والتحسيس لصالح التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل. المنسق الجهوي لحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى هذه الولاية تطرق في حديثه إلى ذكر الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، شاكرا مكتب رابطتي العلماء والأئمة على هذا الاستعداد للمشاركة في هذه الحملة. نطلب منكم كاملين أنتم والناس اللي تثقوا فيها أنكم تصوتوا بكثرة لهذه الإصلاحات الدستورية، وأنه في طاقتكم اللي المهرجان يوم الثلاثاء إن شاء الله الناس كاملة تجيه بكثافة. معولين عليكم كثيرا في شرح هذه المضامين اللي هي، لأنكم كلكم الحمد لله تعالى عنده تأثير كبير في المجتمع أكثر من أي حد، وإن شاء الله تعالى إياك تعود نسبة التصويت مرتفعة وتعود ملي تصويت بنعم لهذه التعديلات، عود نسبته مرتفعة جدا. وإياك ذوك المعارضين اللي يسعوا لأن نسبة التصويت تعود منخفضة، يا إن شاء الله تعالى ما يجبروا مبتغاهم، وقدي ما عودتنا دائما على أنها تعود دائما في مقدمة الراكب. والي ولاية قديماغة سيد جلو عمر أمدو رحب بأعضاء المكتب مبينا أهمية مشاركتهم في شرح التعديلات الدستورية التي ستساعد في تطوير التنمية المحلية. بدوره أكد المدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على مستوى ولاية قديماغة استعداد الأئمة والعلماء للقيام بما يلزم في هذه الهبة الوطنية الداعمة للتعديلات الدستورية. سنقوم بتحسيس لأن أهمية هذا العمل أول شيء أن كونه عمل الدولة، هذا مهم، الدولة ليس عمل سياسي. والشيء آخر أنه فيه أهم شيء فيه نحن كإمام علماء أو كإمام أن دسترة الفتوى هذا مهم عندنا ومذمن هذا الشيء. وباسم رابطة الأئمة والعلماء أكد رئيس المكتب الجهوي للرابطة في ولاية قديماغة السيد موسى جاكوراكا أهمية التعديلات الدستورية وما لها من أثر إيجابي في ضبط الفتوى ومن المؤهل لذلك بعيدا عن الارتجالية التي كانت سائدة في هذا الإطار. يعقوب اللصوفي بعثة القناة الموريتانية بسيلي بابي.
وفي شمال البلاد تتواصل الحملة الانتخابية في ولاية الشيري وفي مدينة أكجوجة. أدى رئيس لجنة التنسيق الجهوية المشرف على الحملة في الولاية زيارة لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم مواكبة للأجواء العامة للحملة على مستوى الولاية. تتواصل في مدينة أكجوجة الحملة التحسيسية والتعبوية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر عرضها للاقتراع في الخامس من شهر أغسطس القادم. هنا في مدينة أكجوجة يتبنى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم إيديب خيار هذه التعديلات الدستورية ووجاهتها، ويحشد مناصريه في أمسية دعائية ليؤكد تصميمه على التصويت بنعم على التعديلات المقترحة. هذه الأمسية التي دعا إليها اتحادي حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم السيد والأحمد والكركوب تميزت بكلمة لمدير الحملة على مستوى الولاية ورئيس اللجنة الجهوية للتنسيق السيد سلكو والأحمد يزيد بيه، استهلها بقراءة الفاتحة ترحما على الأمير سيد أحمد والأحمد عيدة قبل أن يستعرض الأهداف الحقيقية للتعديلات الدستورية. نختار نقول لكم على المهمة اللي رافدة بينا هون، هو التصويت لصالح التعديلات الدستورية المقترحة يوم 5 أغسطس. وهذه التعديلات الدستورية كيف تعرفوا تعني العلم الوطني، واللي لا يطرى له شيء مهم بالنسبة للولاية وبالنسبة لمناضلي حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، هو الاهتمام بالمقاومين، الناس اللي ضحات بحياتها. إياك تستقل موريتانيا وإياك تبقى حرة وإياك شعبها يبقى كريم. إذن هذا يعنيكم أنتم هون بكم لهذه الولاية، ولاية مجاهدة. ويتعلق كذلك بمجلس لا يعود عندكم هون في نشيري، يعود يهتم مشاكلكم وتعودوا ما تحنوا يجي وزير ولا مسؤول إياك تطرحوا عليه مشاكلكم. لا يتعودوا عندكم هون مجلس دائم مختص لا بالتنمية. إذن هذا مولي مهم بالنسبة لكم. وكذلك دمج بعض المؤسسات الدستورية اللي فيها شيء يعدل عمل الآخر، إياك تعود مؤسسة واحدة ويعود يعدل عملها بصفة مضبوطة واقتصادية بالنسبة للبلد، إياك ما يخلق تبذير للمال العام. وفي كلمته بالمناسبة أكد فيدرالي حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم السيد والأحمد والكركوب أن حزبه هو أحد أحزاب الأغلبية والأحزاب المحاورة التي ظلت دوما تتبنى كل المواقف والخيارات التي تخدم قضايا الوطن الجوهرية، ومن هذه القضايا التعديلات الدستورية التي رأى الحزب أنها تبوب لمرحلة جديدة يتم فيها تعزيز المكتسبات الوطنية وإعادة وضع البلد على المسار الصحيح، سواء تعلق الأمر بالتعديلات في جوانبها الرمزية والدلالية أو في جوانبها الهيكلية والتنموية. وطالب اتحادي الحزب على مستوى ولاية إنشيري بدعم التعديلات الدستورية والتصويت عليها بنعم. المتدخلون ذمنوا الخطوات الهامة التي قطعتها البلاد على درب تكريس الحكامة الراشدة والعناية المتزايدة بالمواطن وتقليص الهوى بينه مع مرافق الدولة الخدمية، مؤكدين أنهم سيظلون سندا حقيقيا لكل ما من شأنه أن يعزز ويدعم هذه المكتسبات، وهو ما يعني تلقائيا عزمهم التصويت بنعم يوم الاستفتاء، انطلاقا من قناعة راسخة وهي أن التعديلات الدستورية في كل مفرداتها ومراميها تشكل تواصلا في دعم المكتسبات الوطنية وتكريسا لبعد المواطنة في علاقتها برموز السيادة وإعادة هيكلة شاملة للإدارة لتقريب المرفق العمومي من المواطن. وهنا في نواكشوط استقبلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم بطاقة التصويت التي ستستخدم في استفتاء 5 أغسطس المقبل، وتتوفر هذه البطاقات على المعايير الفنية العالية ووسائل الأمان التي تضمن عدم تقليدها. بوصول هذه الشحنة من بطاقات التصويت البالغ عددها 40 مليون بطاقة إلى مطار أم التونس الدولي، تكون المعدات اللوجستية الخاصة باقتراع 5 أغسطس قد اكتملت.
بطاقات التصويت الموحدة التي تم طباعتها بمطبعة لبنانية متخصصة وفق على المعايير الفنية ووسائل الأمان، سيتم توزيعها من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من يوم قد على كافة مكاتب الاقتراع البالغ عددها 3116 مكتبا انتخابيا. بطاقات التصويت تم توزيعها إلى لونين هما الأصفر والأخضر على أن يكون لكل مقاطعة من المقاطعات 55 الموزعة على عموم البلاد جزءها الخاص. هذه العملية تعتبر عملية حاسمة في كل عملية انتخابية، هي عبارة عن استلام بطاقات تصويت، وبطاقات تصويت معناها ذيك البطاقات اللي معدلة على أساس اللائحة الانتخابية النهائية، معناها فاتوا في الإحصاء وصفات منه اللائحة الانتخابية النهائية اللي هي بعد عليه أساس الزر، وذيك المرة كيف تعرفوا زايدة عليك الماضية 58 ألف ناخب. أنا عن عملية مراجعة اللائحة الانتخابية اللي من قال الإحصاء الإداري والطاقم الانتخابي تمكنت من زيادة اللائحة اللي كانت عندنا الماضية اللي تمت مراجعتها بما يناهز 60 ألف ناخب جديد. إذا هاي العملية اللي هي منين نشوف بطاقات تصويت جات معناها عن عاد الزرق أيام قليلة جاي عاد قريب. بطاقة التصويت تشمل إضافة إلى المكاتب الانتخابية داخل البلاد مكاتب التصويت الخاصة بالموريتانيين في الخارج. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. عقد مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مساء أمس بالعاصمة دورته 17 تحت شعار مؤتمر ناجح ضمان لكسب الرهانات الحزبية. قد أكد رئيس المجلس السيد الصوفي والشيباني أن هذه الدورة تأتي في دورة التحضير للمؤتمر الثالث للحزب، وتمثل فرصة لتدارس وضعية الحزب الداخلية وآفاقه المستقبلية. تخللت الدورة مداخلات طالت مختلف القضايا والأوضاع الوطنية الراهنة للبلد. انطلقت بالعاصمة الليلة البارحة فعاليات مهرجان واكشوط الدولي للفيلم القصير في دورته 12 المنظمة من طرف دار السينمائيين الموريتانيين. وتتميز هذه الدورة هذا العام بحضور قوي للمخرجين الوطنيين الشباب إضافة إلى مشاركة أفلام دولية. هي الصورة تتكلم بكل لغات العالم وتمارس هواية الرسم بالكلمات والألوان في مشهد بانورامي يروي كل التفاصيل، مشهد تترجمه فعالية افتتاح الدورة 12 لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير نواك شورت. هذه نسخة تكتسي طابعا خاصا وهو طابع تأبيني المرحوم عبد الله الموت الذي كان أخا عزيزا لنا جميعا وكان وفيا لبلده يتفانى في عمله ويتفانى في خدمة وطنه. أود أيضا أن أشكر هذه الخلية التي قامت بكل جدارة بتنظيم هذه الدورات وخاصة هذه الدورة. أولا الدكتور والصديق مدير المهرجان ودار سينمائيين معه والطاقم المتميز الذي أشرف على هذه الدورة، وأطمئنهم أن الوزارة ستواكب المهرجان من خلال الوسائل المختلفة بإذن الله تعالى. المهرجان يشهد هذا العام منافسة عشرات الأفلام الدولية والوطنية في 4 مسابقات خاصة بالأفلام الدولية والوطنية والوثائقية والورشات. هذه النسخة هي نسخة تحدي وهي نسخة كذلك فيها كثير من المحبة والعطاء. هذه نسخة كذلك ستشهد وجود 12 فيلم في المسابقة الدولية من عدة بلدان، وهذه النسخة كذلك لأول مرة فيها مسابقة وطنية للأفلام الروائية ومسابقة وطنية للأفلام الوثائقية. ما تعلمون المهرجان وعلى مدى 12 نسخة شكل مدرسة للتكوين
في السينما والسمعيات البصرية. الدورة 12 لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير حملت هذا العام اسم المرحوم عبد الله ولمود تكريما لعطاءات الرجل الذي رحل عن دنيانا قبل أشهر قليلة وتخليدا لتضحياته الوطنية المشهودة. مشاهدينا، ختاما لهذه النشرة نعود فنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد من مدينة روس أن موريتانيا حضن لجميع مكونات شعبها وورشة كبرى للبناء والتشييد. في مهرجان ألاغ رئيس الجمهورية يقول إن مخرجات الحوار الوطني شملت 57 نقطة تهدف أساسا لخدمة الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية وتطوير المؤسسات وترشيد النفقات. الوزير الأول يستقبل المبعوث الخاص للحكومة الأسترالية المكلف بالفرنكوفونية وبالدول الإفريقية الفرنكوفونية. انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة. بعد قليل النشرة باللغة الفرنسية مع تسلم التتقي. إلى اللقاء.